لا ايه؟ احمد شيبه ما بيركبش عربيات، احمد شيبه دلوقتي بيركب موجه. ماشي كمل. هكمل ولا لسه هتساليني محمود الليثي بيركب ايه وبص سمير بتركب ايه؟ لا انت شكلك مش عارف اساسا. ها يلا كمل. ما علينا، زي ما قلت لك كده لقيت عربيه رئيس الوزراء وقدامها الموتوسيكلين التشريفه. كنت فاكر ان وجود عربيه رئيس الوزراء في المكان ده مجرد صدفه، بس اكتشفت انه كان مستهدف من عناصر ارهابيه غاشمه. بس من حظهم الاسود ان انا كنت موجود في المكان ده، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت انقذ سياده رئيس الوزراء واطفال رحله مدرسه علو للحديقه الدوليه وكايرو مول وقضاء على تنظيم داعش في الحي العاشر بمدينه نصر في ضربه واحده. طبعا رؤساء انبهروا بيا وكافئوني وادوني اجازه شهر. انا بقى قلت ادلع نفسي، يعني قعدت اسبوعين في الفيوم واسبوعين في فندق كاتركت بالمرويتيه. طب ومعتز التوني؟ مين معتز التوني؟ اكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط، ما قبضتش عليه؟ معتز التوني يا بنتي، معتز التوني ده اتقبض عليه في اول 3 دقايق في المهمه. اصلا انا ما روحتش، يعني بعت له صلاح احمد الجندي قبض عليه بقى هو وكل العصابه بتاعته، طارق الشوره بقى وحبيشي واحمد مراد واحمد مظهر بصاوي، كلهم دلوقتي مرميين في المهندسين. مش عارفه ليه حاسه ان القصه بتاعتك كده فيها هكس شويه. فيها ايه يا حبيبتي؟ هكس. اسمع مني، انا هجسه قديمه. هكس؟ صدقي اعتبر ان انت انسانه ممله وخيالك ضيق وما بتبصيش غير تحت رجليكي وسايبك وماشي عن اذنك. لا يا باسم ما تسيبنيش، لا ما تسيبنيش لوحدي في الغابه يا باسم. يا باسم يا خساره، مشي ابن حنه الهي ما يرجع. مش بقول لك خيالك ضيق؟ ايه ده وين يا باسم؟ انت جيت؟ ده انا قلبي كان واكلني عليك. كل ده وانا خيالي ضيق؟ أنا الظاهر عليا كنت ممثلة أو كاتبة سيناريو. كاتبة إيه؟ سيناريو. سيناريو؟ صباح على خير يا أستاذ عتاب نعوم. وماله؟ هكتب غابة النساء. خش تعبتني. خش يا أبي. خش. شبك لي يا ماحص. لا هعمل فيه فينش. لا دي لو عملت فيه فينش هيموت. ايوه صح، انت واقف فين دي؟ يلا بينا دحروه. استنى، احنا لازم نسمعهم كلمتين نبين لهم الارهاب. بقول لكم نبين لهم الغباوه. ايوه بقول لكم نبين لهم الشده. بقول لكم نبين لهم الطغيان. سيبني ابين لهم. بين. كلمتين ابرك من جرناه ونهي يا رب من كرداس، واللي ما خدتهش القرع ايه تاخده من شعره. وابو قردان صديق الفلاح. واللي بالقدر على فمه من البيت ومن امه. وبر الولدان اهم من رضا ابوك وامك. وبكره نقعد جنب الحيطه. ونفضل قاعدين جنبيه واحنا ورانا حاجه؟ ايوه صح، ما احنا حابسينكم. اظن الرساله وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا بينا.我受够这些人的欺压了，就因为让他们控制了水源和把食物都给拿走了，就让他们这样控制我们。我们人本来就比他们多，从明天开始，我们要把这个岛给控制住。但是现在我们有一个问题，什么问题？Dayo Lanus， 交给我，Dayo Lanus。 بلسيمو، بلسومي، باسم، باسم باشا. يا لهوي، الراجل راح مني يا ناس، اوعى تكون مت والنبي يا باسم. ايه؟ في حاجة ماشية عليا؟ يا لهوي، الحمد لله، افتكرت اللي انت فرهدت ومت ولا جالك كرشة نفس ولا عزرائيل جه قبض روحك. عتاب الملف السعد، ليه بتفولي عليا؟ حرام عليك يا شيخه، ما صدقت اريح لي ربع ساعه عشان انسى الجوع اللي انا فيه، بتصحيني ليه؟ طب اله يا رب ما كنت توعى تصحى، انا خفت عليك. ايه ده؟ بجد خفت عليا؟ والله خفت عليك. ولا خفت لا اموت وتقعدي لوحدك؟ لا يعني بس فرج. فرج عتاب بس الحمد لله انا اطمنت عليكم، اصل انا كنت قلقان عليكم قوي، انا جبت لكم اكل. ربنا يعمر بيتك ويعلي مراتبك
وما يحرجك لحد ابدا يا رب تعيش وتجيب لنا. تجيب لنا ايه؟ انت شايفاه داخل علينا بكيلو كباب؟ فين يا فرج الاكل ده؟ معايا. معاك فين؟ اهو ده نحل بيه بعد ما ناكل؟ لا هو الحقيقه انتوا هتاكلوا نصه وتحلوا بنصه. هو الكشك كان بيقفل وانت جاي؟ لا اللي عرفت اشيله. خلاص بقى قولي الحمد لله والنبي ربنا يخليك اكلني على الاول لحسن انا. خلاص حاضر يا حتان. حاضر امسكي امسكي كلي. حتى كمان والنبي امسكي. بس عامل ايه؟ اكل؟ طيب معاك فاتح شاي عشان الوجبه دسمه قوي اصلها؟ لا ما عرفتش اجيب. طيب ممكن شوربه في الاول عشان بس اشغل المعده عشان اعرف اكل؟ ما لحقتش اجيبها. طيب مفيش اطباق يعني شوك سكاكين يعني؟ امسك كل. انت مش جعان؟ هات فرج هات. لا مش هتاكل يا حيلتها. ليه كده؟ ما تاري يا بيه. تصدق بالله طعمها حلو. طب دواني كده. عايز تاكلها؟ ادوه بس يعني. يا عينيا. تعمل ايه؟ ليه القرف؟ ليه كده؟ عشان اوكلها لك. يلا بقى. مش عايز. يلا بقى. مش عايز يا رخم. ده بتاع تالتة تالت. والنبي يا سي فرج ربنا يخليك يا اخويا كمل جميلك وفكينا. افككوا؟ ده بالله فكره حلوه. افككوا بس ايه المقابل؟ هتديله كام بالسال على النبي؟ نديلك كام ايه؟ هو احنا حيلتنا حاجه؟ مش حال ما انت اللي داخل علينا باللقمه. لا طيب شوف انت عايز مننا كام وهنشتغل بيهم. لا انت كده اللي بتشتغلنا يا عمور. سلام. طب استنى بس ايه اللي رديك؟ والنبي والنبي يا سي فرج ربنا يخليك. تعالى فكنا والنبي ربنا يسترك. عايز استعفي. الحمد لله على السلامة. فكنا بقى يا راجل يا طيب. لا أنا أصلي ما ينفعش أفككوا خالص عشان دي قواعد وقوانين وأنا استحالة أخرق القواعد والقوانين. ده أنت هتبقى بتعمل خير يعني ما فيهاش حاجة. طب يرضيك يعني مزمزلة زيي في مكتبر روعان شبابي أقف مربوطة كده هون والنمل ياكلني؟ طب افرض عايز أعمل حمام. لا ما يرضيش. لا أنا استحالة أكسر القواعد والقوانين. طب يا رب يقعد لك في عيالك. لا ما ينفعش اعمل حاجه غلط. يا فرج مش احنا اصحابك وحبايبك؟ ايوه. طب فكنا والنبي. لا ما ينفعش اعمل حاجه غلط. اصل انا ممكن فرج يمسكها عليا زله ويقول لي طالما عملتها مره تعملها كل مره. لا ما ينفعش. طب اسمع فكنا واربطنا في شجره ثانيه عشان احنا بس زهقنا من الشجره دي. مش انت زهقتي يا عتاب؟ زهقت قوي. لا ما ينفعش. انت ممكن تشتغلوني وتجروا. لا بصي لو فرج فكك يا عتاب هتجري؟ لا مش هجري. اهو شفت. لا ما ينفعش اكسر القوانين. فرج القوانين دي احنا اللي بنعملها يا فرج. لا مش هفككم. ماشي يا فرج. سلام. انا همشي دلوقتي بقى. تمام. طب على فكره فرج ارجل منك. ايوه ارجل مني. واشرف منك. ايوه. لا انا اللي اشرف منه. ما تقولش كده. لا وعلى فكره انت خرو. ايوه انا خرو. ماشي.